بما ان انا بتكلم على الحوار الوطني وفكره التفاعلات السياسيه والوان الطيف السياسي المصري، فاحنا عندنا بطبيعه الحال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي عملت كيان. هذا الكيان النهارده بيحتفل بمرور 4 سنين على انشائه. الجيد في هذا الكيان انه جمع عدد لا بأس به على الإطلاق من أطياف مختلفة من ألوان الطيف السياسي، جمعها كلها علشان تتفق أو تختلف، المهم إن إحنا هنلعب سياسة صح. معانا على التليفون النائبة سهى سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا ست النائبة؟ اهلا وسهلا يا معالي النائب. عامله ايه؟ اخبارك ايه يا سهى؟ الحمد لله تمام. الحمد لله والشكر لله. كل سنه وانتم طيبين بالمناسبه، وتهانينا على مرور 4 سنين بمنتهى النجاح في التنسيقيه. متشكرين جدا، اسمح لي من خلال يعني قناه حضرتك او برنامج حضرتك اني اهني كل زمايلي في التنسيقيه على مرور 4 سنوات من هذا النموذج الناجح اللي الحقيقي يعني كان بعد محاولتين قبل كده لم يحالفهم النجاح، لكن الحمد لله النموذج ده قدر يستمر ويكمل. يعني خلينا نقول لم يحالفها النجاح المرجو، مش هنقول لم يحالفهم النجاح في المطلق. يعني كانت هنقول ان هي لم يكتمل، يعني كانت ناقصه خبرات لم يكتمل، بس قدرنا الحمد لله ان احنا المره دي نكمل ونوصل للشكل اللي حضراتكم شفتوا عليه. نقدر النهارده نصف تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بانها ناجحه بدرجه كام في المية؟ هنقيس نجاحها ازاي عشان نقدر نقول نجاحها بدرجة كام في المية؟ هنقيسها على قدرة، وحضرتك طبعا قادرة، قدرة الكيانات المشابهة لكيان زي التنسيقية على الاستمرار بهذا الكم التنوع الفكري والايديولوجي والتوجهات الموجودة بداخلها. مجرد استمرارنا ده في ذاته نجاح، لانه من الصعب جدا ان احنا نقدر طبعاً نجمع هذا العدد من المختلفين بالذات في هذه الفئة العمرية على في منصة حوارية واحدة، ويكون كمان ليها مخرجات، ويكون كمان ليها لجان وليها تحركات، وبيروحوا سوا يمثلوا التنسيقية في أماكن برغم صحيح اختلافاتهم. الحقيقة ده لوحده جهد آخر. كمان نقدر نقيس نجاحها على أنه كل العمل فيها تطوعي، برغم أن احنا بنشتغل بمؤسسية يعني درجة كبيرة. احنا عندنا مركز إعلامي، وحضرتك إعلامي وعارف معظم أعضاؤهم متطوعين في التنسيقية، وهم يعملون أيضا في مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية، ولكن عملهم بشغف داخل التنسيقية خلى مستوى أدائهم بهذا الشكل، يعني خلى مستوى المخرج الإعلامي للتنسيقية بهذا الشكل. عندنا كمان الاجتهاد في العمل، ونحن واقعيين واحنا بنطرح افكارنا، بنعلم المنضمين الجدد ازاي يعمل ورقه سياسات تكون مكتسبه من الخبرات كلها ومن التجارب الدوليه كلها، وفي نفس الوقت متسقه مع ادوات الدوله وواقعنا الذي نحياه، مش افكار خياليه هيبقى صعب ان انا انفذها. بنحاول قدر الامكان ان احنا يكون عندنا انفتاح اقليمي. انا عندي اعضاء من الواحات ومن شمال سيناء ومن جنوب سيناء ومن اقصى الصعيد، فيعني بنحاول ننفتح اقليميا. بنحاول كمان ان احنا يكون عندنا تنوع في التخصصات. انا يهمني قوي التكنوقراط اللي بخلفيه سياسيه، وده لازم يتم اعداده اعداد جيد، وبالتالي احنا فتحنا العضويات للي هم ما عندهمش خلفيه سياسيه ولكنهم متخصصين في ملفات بعينها، علشان مع الوقت يبقى عنده هذه الخبرة. الحقيقة عملية المعايشة في التنسيقية ما بين نواب مجلس نواب ونواب مجلس شيوخ وتنفيذيين وكذا، دي خلقت حالة من النضج عند الجيل الثاني والثالث داخل التنسيقية. يعني هم اكتسبوا بالخبرة، بيقدروا يروحوا يناقشوا في زيارات التنسيقية الوزراء وهم مش قلقانين او مش خايفين او مش مرتبكين، وعارفين ان اسئلتهم مظبوطه وستريت تو ذا بوينت، وهياخدوا الاجابه اللي تقدر تفيدهم ويرجعوا يبنوا عليها افكارهم ودراساتهم. فالحقيقه التجربه يعني تقاس، نقدر معلش هضيف لك حاجه كمان، تقدر أربوك. نقدر نقيسها بكميه طلبات العضويات على التنسيقيه واللي يعني عدت عشرات الالاف. انا عارف. نقدر نقيسها بال يعني الفيدباك او الانطباعات اللي بنتركها لما بنعمل مقابلات دوليه لممثلين اجانب داخل مصر او في الخارج. حلو. نقدر يعني الحقيقه يعني القياسات كثيره، ان احنا قدرنا ان احنا نحسن انطباع، اعتقد ذلك قدرنا نحسن انطباع الشارع المصري عن العمل السياسي. النهارده الاهالي
بتسمح لاولادها ان هي تنضم للتنسيقيه او تشارك في التنسيقيه وبتبقى سعيده. الاول احنا كنا بنعاني لما كانوا لما كنا بنقرر ننضم الاحزاب اهالينا كانوا بيقفوا في وشنا. اول حاجه ابعد عن السياسه يا ابني، ابعد عن السياسه يا ابني. النهارده ما انا مش بسمع كده وبحس بامان واريحيه، يعني كوني امين سر التنسيقيه فيمكن عندي تواصلات اكثر وتواصلات اجتماعيه مع الاعضاء، فانا بقدر بحس باريحيه الاهالي واطمئنانهم لان اولادهم وسط كيان امين عليهم هيعلمهم. ما عندناش انانيه، ما حدش عايز يعني يطلع على حساب الاخر، وفي نفس الوقت امنين عليهم ان ما فيش حالات استقطاب. طيب سهى، خليني عايز اتكلم معاكي يمكن بشكل مختلف حبه بقى، فكره كده واحنا بنتكلم يمكن اتكلمت فيها مع بعض الزملاء. بصي كراجل ماركسي عتيد دايما كان، انت عارفه الماركسيين دايما مهتمين بالادلجه. ايوه. والتنسيقيه مش مهتمه بفكره الادلجه خالص، بالعكس. التنسيقيه بتبني كادر سياسي عايز تحتفظ بيساريتك بليبراليه زي ما انت عايز، ملناش دعوه، المهم ان احنا نقف على ارضيه وطنيه واحده، اما ايديولوجيتك فانت حر فيها. كويس. طيب الجماعه اليساريين زي حالاتنا دول دايما كان يبقى في عندنا جوه التنظيمات تنظيمات كده بتاعه الاطفال الزغنططين، طلائع، بس كنا بنادلجهم بقى. تمام، حلو. طيب اللي انا بفكر فيه معاكي بصوت عالي هو بعيد تماما عن الادلجه، هي فكره ان انا عايز اطلع اجيال جديده عقليتها وشخصياتها اتبنت على الترتيب وعلى الهيكله وعلى الكرييتيف ثينكينج او يعني التفكير الابداعي والتفكير في ايجاد حلول ابداعيه اللي هو الكرييتيف بروبلم سولفينج الى اخره. وانا بظن بالتجربه خلال الاربع سنين، وربنا عالم ان انا شهادتي فعلا حقيقي يعني بقولها بمنتهى الاريحيه، اداء نواب التنسيقيه اداء رائع جدا. طيب ما نعمل حاجه سميها بقى الطلائع، نسميها النسور الصغيره زي ما يكون، بس يبقى في عندكم حاجه من عمر 6 أو 7 سنين هي معسكرات لتنميه مهارات الاولاد والبنات فقط لا غير. نحن لا نؤدلج ولا حتى نتحدث في السياسة، احنا بنعلمهم شوية تاريخ على شوية بناء شخصية على قدرات إبداعية على ازاي نقدر نفكر نرتب نفسنا ونرتب يومنا ونلعب رياضة وحاجات زي كده. ما فكرتوش في حاجة زي كده يا سهى؟ طب هقول لحضرتك حاجة، هو احنا اتعلمنا من فخامة الرئيس ان احنا لا نعلن عما نفعل الا بعد ما يبقى محرك حقيقي وشايفينه للنور. حلو. اولا احنا بنعمل بروتوكولات مع الجامعات، ودي فئة عمرية اكبر شوية كتير من اللي حضرتك بتتكلم فيها. ماشي. الفئه اللي حضرتك بتتكلم فيها احنا عندنا شكل من اشكال التصور واللي استنبطناه بعد مجموعه من الاعمال الدراميه اللي شفناها في رمضان، استشعرنا بشكل ما ان احنا محتاجين يكون في شكل من اشكال التواصل مع الاجيال دي تحديدا، فابتدينا نبلور فكره وبس، يعني مش هينفع نتكلم عنها دلوقتي الا لما نحس ان فعلا بقى عندنا منتج نقدر نقدمه. واوعدك ان المنتج ده هيبقى مشبك مع اكتر من ذراع اخر، وهيخدم هيعيد استخدام ادوات ومنشآت للدوله يمكن لا يتم الاستفاده منها بالشكل المرجو حاليا. طبعا بعني قصور الثقافه ومراكز الشباب وكذا. حلو. ولكن الاول نبتدي نتبلور الفكره، مش ما ينفعش احرقها يعني. طبعا. انا هينفع اتكلم فيها طبعا. بس احنا عندنا فعلا يعني مخطط او بلان لكده، اعتقد ان هيتم الاعلان عنه في الاستراتيجيه الجديده اللي في شهر 11 اللي جاي. ارجعوا بقى للجماعه الشيوعيين زي حالتنا، هندد لكم خبره مش بطاله. على فكره هم عندنا والله يعني هو عمرو عزت محب الالقاب، النائب عمرو عزت والنائب علاء عصام والنائب عندكم علاء طبعا. يعني ما يعني مش عايز اقول لك نحن واحنا علاء ده كارل ماركس التنسيقيه ده حبيبي يعني ووالده راجل عظيم. خليني اقول حاجه بالنسبه للايديولوجي، هي الايديولوجي مفيش دوله بتحكم بكتالوج الايديولوجي، هو الحقيقه الايديولوجي دي في خلطه، يعني في ملف ينفع عالجه باليساري وبالاشتراكيه، وملف لازم يتعالج بالراسماليه، وملف اخر انا محتاجه فيه نزعه قوميه شويه، ملف اخر محتاجه انفتاح يعني مختلف شويه، يعني اعتقد ان هي لازم خلطه كده الشاطر اللي بيظبط حاول اللي يقدر يطبخها مظبوط. صح معاكي 100%. انا بشكرك جدا 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 يا سهى، كل الشكر ليكي سياده النائبه سهى سعيد وكيل لجنه الاعلام بمجلس الشيوخ وامين سر تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.